حياكم الله يا شباب، وأهلا وسهلا. ما أعرف هل الصوت سابر؟ ممكن تعملوا لنا رسائل في الشات إذا الصوت تمام. إن شاء الله نبدأ بعد دقائق، لو حيطات إن شاء الله كذا 5 دقائق نبدأ إن شاء الله. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باسم الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا نرحب بكم جميعا ونهنئكم بقدوم عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى وطننا الحبيب بالسلامة والأمن والأمان والانتصار إن شاء الله سبحانه وتعالى. وباسمكم جميعا ارحب بالزميل الفاضل الاستاذ سلمان العبد وهو احد قيادات الاتحاد العام للطلبه اليمنيين في ماليزيا ورئيس اللجنه الاجتماعيه، وتعتبر اللجنه الاجتماعيه من اهم اللجان على مستوى الاتحاد العام تقديما للخدمات وللانشطه. واكتنس هذه الفرصه لاشكر الاخ سلمان العبد على عطائه والمتلدد في الاتحاد العام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه عنا خير الجزاء، ولا خير فينا إذا لم يعني نعطي كل ذي حق حقه. وأهلا وسهلا بك أستاذ سلمان، وأتمنى أن تكون ليلة سعيدة ودورة نافعة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا دكتور محمد على هذا التقديم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. في هذه الدورة اليوم إن شاء الله سنتعرف على برنامج هو مشهور لا يحتاج إلى تعريف أكثر، ولكن سنتعرف على كثير من الخبايا أو كثير من النقاط التي لا يعرفها الكثير. برنامج الباوربوينت هو بالأصل برنامج عرض شرائح. إن شاء الله في هذه الدورة لن أوعدكم أن سنخرج خبراء أو كذا، لكن سنتعرف كم هذا البرنامج لديه من المزايا الكثير. إن شاء الله دعونا نبدأ. أهداف الدورة لها أهداف والذي سنتناقش حولها. هذه الأهداف هي أولاً سنأخذ نظرة عامة عن الباوربوينت، التبويبات ما هي، كيف نتعامل معها. ثاني شيء بنأخذ التعامل مع الأشكال، بنأخذ بشكل عام التعامل مع الأشكال بتفصيلها. بعد ذلك التعامل مع التحرك والتنقل. أيضاً زوم سلايد، هذه خدمة جديدة من الباوربوينت وهي رائعة جداً، تستطيع أن تسوي فيها حركات جميلة
ستنقل عرضك القادم في مدرسة تكاوشي إلى مستوى ثاني جدا، وهذا بعض خدمات سنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله. ثم كيف تعرض العرض النهائي للشرائح؟ وهناك أفكار عامة زي ما تقول tricks and tips إن شاء الله سنتعرض لها، وبعد ذلك تطبيق عملي ماذا نستطيع أن نفعل في الباوربوينت وغير العرض. إن شاء الله سنبدأ في النظرة العامة. قبل أن نبدأ حدث مشكلة في الشير. إن شاء الله قبل أن نبدأ في هذا أنا سأكون مطلع على الشات، فأي واحد ما فهمش نقطة أو شيء يرسل رسالة في الشات أو يرفع يده حتى يسأل. إن شاء الله سنمشي بالبسيط إن شاء الله. أول برنامج، أول شيء في البرنامج أنت تفعله في أي برنامج هي أن تفتح البرنامج. أول برنامج نفتح البرنامج نشوف ما هي أول شيء يعترض لنا. إن شاء الله هذه هي لوحة البرنامج الذي كلنا يشوفوها. أول ما تفتح البرنامج هي هذه اللي يطلع لك، اللي في الصفحة الرئيسية. من هنا تفتح عرض جديد، وهنا الفتح إذا لديك ملف سابق وتريد أن تفتح وتشتغل عليه. نفتح ملف جديد، هذا الملف. هذه الواجهة التي ستظهر لك عند تشغيل البرنامج. قبل أن نتعرف على هذه الواجهة دعونا نعود خطوة ونتعرف على شيء يسمى النماذج. النماذج هي عروض جاهزة تستطيع من خلالها أن تستخدمه وتبدأ في التعديل بدون ما تتعب نفسك في التصميم وكذا. هناك الآلاف من العروض الجاهزة ومرتبة موجودة أونلاين، يعني ما تحتاج إلا فقط انقر واستخدم. مثلا هذا العرض التقديمي، إنشاء وخلص. تبدأ تعدل عنوانك المطلوب وتبدأ في تجهيز حقك العرض. لكن نحن لا نريد الطريقة السهلة هذه، بل نريد أن نتعب قليلا. إذن نعود إلى الجديد. الباوربوينت يتقسم إلى الشريط الأعلى الذي فيه الخروج والذي فيه الشريط السريع، التبويبات، وهناك العديد من التبويبات. أولها وأهمها هو الشريط الرئيسي. الشريط الرئيسي باختصار هو يتحدث عن أهم الأشياء، أو يوجد فيه أهم الأشياء التي تستخدمها دائما فموجودة هنا. إدراج، الإدراج هو إدراج أي شيء داخل الباوربوينت. مثلا تحتاج أن تضيف صورة، تروح إلى إدراج تضيف شكل. أي شيء فيه إضافة لعملك، للورك سبيس، هذه المنطقة شغلك، تروح إدراج. تصميم، من خلال التصميم فقط تستطيع أن تختار شكل جميل لعرضك. فمثلا هناك العديد من التصميمات هنا، ممكن تختار أحدها. فمثلا ممكن نختار هنا هذا التصميم وتبدأ العمل. تصميم جميل جاهز. وهنا من هذا التبويب أشكال مختلفة، تغير الألوان لكل شيء تختاره. مثلا نختار تصميم آخر، ومن هنا نختار اللون الآخر المناسب. الانتقالات، هذه الانتقالات بين شريحة وأخرى. نحن لما نضيف شريحة جديدة هنا، وسنتعرف على إضافة الشريحة الجديدة، التنقل بينها هذا نستخدم التنقلات. الحركات بنجي في استفاضة عنها. عرض الشرائح، وهو أنك تقوم، احنا اتفقنا أنه الباوربوينت هو برنامج عرض، فإذا احنا نشي نعرض نروح في شاشة كاملة من هنا، وتكون الشاشة كاملة وتبدأ عرضك. سؤال هنا قال ما هو رقم إصدار الأوفيس؟ الأوفيس هذا هو غالباً 2019، إصدار الأوفيس 2019. الآن دعونا نتعرف على شريط اسمه الشريط السريع، وهو هذا الشريط السريع الذي تلاحظونه هنا. الشريط السريع مهمته أنك تختار أشياء تستخدمها دائماً، فبدل ما تروح مثلاً من الانتقالات وتختار شيء،
أو من عرض الشرائح وتختار حاجة، الشيء الذي تستخدمه دائما ممكن تضعه هنا على طول، أول ما تريد تفعله تروح تفعله، مثلا نضيف فتح فتطلع أيقونة الفتح. إذا أنت دائما تفتح ملفات ممكن على طول تروح كلمة فتح تضيف الفتح هنا وتفتح على طول وتبدأ تشتغل. هذا الشريط السريع. الشريط الأخير الذي هو في نهاية الشريط هو شريط المعلومات، وأهم نقطة فيه أنك إذا أنت تشتغل تعرض مثلا معك سلايد تشتغل تعرضه بالعرض الشرائح تضغط هنا، هذه أهم أداة ممكن تستفيد منها، وأيضا تعرف كم عدد الشرائح الذي عندك وكذا. الآن خلونا نعود للسلايد حقنا. الآن تعرفنا على الواجهة بشكل عام ومختصرة، وأغلبتنا غالبا البرنامج الباوربوينت هو برنامج معروف فما يحتاج الشرح ذا، لكن من باب إذن التعامل مع الشرائح. كيف ممكن التعامل مع الشرائح؟ في الشرائح أنت معك شيئاً، هو أن تضيف شريحة وفي معك نسق كثير أو ما يسمى تخطيط. فلما إذا أنت مثلاً تريد عنوان وتعريف للعنوان فتضيف شريحة جديدة بشريحة العنوان، فتظهر لك عنوان رئيسي وعنوان فرعي. إذا أنت تضيف شريحة فارغة فقط تروح لهنا فارغ على طول، تمام؟ أيضا تستطيع تضيف شرائح من الجانب عند الشرائح هذا، تضيف فقط من هنا إضافة شريحة وهو أسهلها غالبا. أنت تكون هنا تشتغل مثلا هنا في الحركات وتضيف شريحة، بدل ما تروح الشريط الأساسي وتضيف شريحة على طول تضيف من هنا شريحة جديدة وخلاص. أيضا في ميزة جميلة وهي المقاطع. خلونا نقول أنت معك مثلاً البرزنتيشن حقك أو العرض حقك طويل جداً فيه تقسيمات وتبويبات كثيرة، كيف يمكن أنك تقسم يعني كل مجموعة شرائح تكون في مجال واحد؟ فهذا يسمى المقطع. فتستطيع أن تضيف مقطع مثلاً، شوف أنا النظرة أنا مقسم البرزنتيشن حقي إلى هذه الثلاثة إلى هذه التقسيمات السبعة، فأنا كل تحت تقسيم لدي عدة شرائح. هذا بيكون متعب إذا أردت مثلا تنتقل بسرعة، فأفضل شيء أنك تقسم أو تقطع تضيف كل واحد داخل المقطع. فمثلا هنا نشوف أنه 5 و 6 و 7 الشرائح 5 و 6 و 7 تحت مقطع جديد، نضيف هنا إضافة مقطع ونعمل إعادة تسمية ونسمي المقطع هذا بالذي نريده، ونقدر نضيف داخله شرائح جديدة أو نقدر ننقل حتى شريحة من هنا إلى هنا، يعني من مقطع ثاني إليه وهكذا. يعني الأمور يعني إذا أنت تستخدم برنامج الوورد من قبل فالبرنامج لن يكون بذلك الصعوبة. إذا التعامل مع الشرائح خلصناه أو تعرفنا عليه، مش معنا خلصناه. الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية الذي هي التعامل مع الصور. أنت الآن تضيف صورة إلى شريحتك، تروح من إدراك وتضيف صورة، معك خيار يا إما تضيف صورة من سطح المكتب الذي عندك من الخيارات الموجودة، أو تضيف صورة من عبر النت. إذا أنت مثلا أنت معك برزنتيشن أو عرض عن الحيوانات مثلا، يعني عن حيوان معين، فغالبا أنت بتبحث في النت فتروح من إدراك صور وبيطلع لك. أحيانا عرضك يكون عن الموسيقى، يكون عرضك عن الطائرات، عن التكنولوجيا، تبحث في هذا وتختار صورة. فمثلا احنا خلونا نشوف نختار صورة حيوان، لأن مع النت فقط لودينج، لأنه هذا عبر النت، صور عبر النت فيه يعني صور جميلة جدا تستخدمها على طول. نروح نفتح من جديد صورة عبر النت ونختار فقط النت ضعيف أو تحميل، فقط مسألة تحميل. مثلا نضيف الصورة هذه من المعطيات الآن كيف نتعامل مع هذه الصورة؟ شوف إذا أنت تريد تكبر الصورة، أول شيء خلونا نحذف التعريف ذا الذي نحقق الطب. هذه الآن معك صورة، الآن سنتحدث كل ما تستطيع فعله داخل الباوربوينت والصورة. أول شيء هو إعادة تحجيم الصورة. فإذا أخذت في الزاوية بتعيد تحجيم الصورة بأبعادها، يعني الطول والعرض متناسقين.
لكن إذا رفعت في هذا بيكون الطول فقط أو العرض يزداد. فأنت دائما لما تعمل ريسايز إعادة تحجيم تختار من الزاوية. طبعا هذه الدائرة أنك تدور الصورة إذا احتاجت تدويرها. الآن نروح إلى تبويب جديد. شوف دائما أنت لما تكون ضاغط على الشريحة ما فيش تبويب ظاهر هانف هنا، لكن عندما تضغط على الصورة أدوات صورة وتنسيق خاص يظهر فقط للتعامل مع الصورة. صراحة الباوربوينت يعني لديك فيه مثل تقدر تقول فوتوشوب صغير، فوتوشوب مصغر هنا في الباوربوينت. مثلا حنشيل زي الخلفية، مثلا معك صورة تشيل زي خلفيتها، حنها إزالة خلفية في الباوربوينت وأداة صراحة رائعة لا بأس بها إزالة خلفية، وعلى طول تحدد لك الخلفية وتزيلها. لكن أحيانا يعني هو ما يتعرفش على الخلفية تماما، فتحتاج انك تزيد ترجع الاشياء اللي قد كان حذفها. طبعا العلامه اللون هذا يدل على ان هذه الصوره بتحتذف، لكن احنا نرجع للاداه هذه ونقول وضع علامه على المناطق الواجب حفظها. فمثلا جناح الطائره هذا احنا ما نريد يحتذف، فتضغط خلاص. المقدمه ما نريدها تحتذف. الان غالبا تمام، يعني الصوره تمام. إذا مثلاً تشوف أنه مثلاً تحذف منطقة لم تحذف، مثلاً تحذف تضغط وهو يحتذف على طول. الآن اعمل الاحتفاظ بالتغيير عن نوبس. شوف يعني حاجة صراحة جميلة جداً، وتستطيع بهذا الشيء أنك خلاص تقص. معك أيضاً طريقة القص. إذا أنت مثلاً تعمل قص للصورة، معك صورة كبيرة تشتغل تقصها، ما تحتاج مثلاً منها، مثلاً نضيف صورة جديدة، صورة عبر النت مثلا. احنا نختار صورة فيها اشياء كثيرة عشان نقدر نحذفها او نختار نقطع شيء يناسب. يتم تحميل الصورة من النت. خلونا الصورة، خلونا نضيف صورة من سطح المكتب هنا. أي صورة مثلا الصورة عشان خلاص. مثلا احنا نشتي فقط مثلا كلمة القرآن الكريم تكون فقط هي البارزة. نروح لكلمة قص ونغطي، نقص من الجوانب. خلاص جاهز قص. هناك معك مثلا لديك صورة وتحس الصورة ان اضاءتها مش جيدة، تستطيع معك هنا تحسين والوان وتأثيرات. يعني قلنا لكم فوتوشوب مصغر، مثلا تغير السطوح حقها تظللها اكثر. شوف الان ظللت اكثر بينما كانت فاتحة من قبل. الألوان ممكن تضيف لون جديد على الصورة إذا أنت تشاء تغير فيها بعض المعالم. التأثيرات الفنية، يعني أحيانا خلونا نعيد الصورة كما كانت، مثلا التأثيرات الفنية ممكن تغير يكون شكل جميل. هذه حل مثلا لو معك صورتك وأنت تشاء تخليها كأيقونة تستخدمها. مثلا خلونا نجرب نضيف صورة ونخليها كأيقونة صورة، ونضيف صورتي الشخصية مثلا. ايش الان نخليها يعني انت تريد تضيفها في شيء لكن ما تحبش ان تكون الملامح كلها كاملة. خلونا الان نعمل ازالة خلفية. الان شوف ازال اشياء ما نشي نزيلها، فنرجع نعدل نضيف. طبعا هو يتعرف سريع يعني للنفس. خلاص الان ده الاحتفاظ. الآن
التأثيرات الفنية الذي يقصدنا مثلا الآن شوف أستطيع مثلا هذه الصورة وتكون كأيقونة إذا حسيت أنك أيقونة تشتاها تكون صغيرة وبهذا تكون يعني عدلت وعملت أيقونة إذا أنت تشتهي تعمل صورتك كأيقونة أو كذا. طبعا هذا مثلا إذا أنت لعبت في الصورة كثير وتشتهي تعود كما كانت اعمل إعادة تعيين صورة فتعود كما كانت بالضبط وترجع تعدل عليها. إذا هذا أظن أهم شيء في التعامل مع الصورة. طبعا في هذا الذي هو إذا أنت تضيف إيش يسمى حدود للصورة هذا أغلب الناس يعني معروف لكن في أشياء كثيرة مثلا رسم فيكون الخط أيضا ممكن تزيد الخطوط والأشياء خلاص وبهذا يكون الآن شوف ما تكون إطارها جميل وتقدر ترتيب يعني إبداعك. الآن ننتقل إلى فكرة التصميم الذي ناقشناها المرة الأولى هذا أنك تقدر تغير نسق السلايدات بالشكل شوف غير تصميم السلايد كامل حتى الألوان والأشياء حسب ما حسب التصميم الموجود. هذا إذا أنت معك عرض وتشتت سوى سرير من هنا يعني ما تشتت تتعب في التصميم والألوان واختيارها على طول من هنا تسوى من هنا. لو إحنا نشتي نضيف فيديو يعني مثلا أحيانا أنت في العرض حقك أنت مسجل فيديو وتشتت تعرضه تقدر تضيف طبعا من فيديو أيضا من إدراك تقدر تضيف فيديو ومن هنا فيديو روح إدراك فيديو تقول فيديو من على الكمبيوتر وتختار فيديو مثلا فيديو المشيد الوطني وتقدر تعدل عليه كالصورة وتروح شوف الآن اشتغل الفيديو طلع التبويبات الخاصة في الفيديو شوف في الباربوينت أي عنصر ينضاف يكون معه أدوات خاصة فيه فإذا أنت ضاغط بعد عنه ما تظهرش الأدوات لكن لما تضغط عليه تظهر أدوات شوف أدوات الفيديو في معك أدوات تنسيق وخيارات تشغيل أدوات التنسيق مقاربة بشكل كبير للأدوات الصورة حيث أنه معك قص يعني أنت تقدر تقص الصورة يعني تقص الفيديو بحيث أنه إذا معك فيديو أنت تركز على شخص معين ناس كثير وفي الفيديو تركز على شخص معين ممكن نقص هنا أيضا التصحيح الألوان نشوف الآن مثلا نقدم الفيديو مثلا هذه تحسها الضوء مغدر فتحاول ترفع ترفع السطوع شوية منها الألوان تختار لون أجمل طبعا هذا فقط نحن نحاول يعني مش الأجمل صراحة بالضبط لكن شوف الآن شوف بقى الصورة أجمل أيضا في مع خيارة التشغيل في خيارة التشغيل تستطيع أن تفعل شيء جميل وهم أول شيء إذا حسيت مثلا أنت معك فقط تريد دقيقة أو 30 ثانية من الفيديو فتروح عند اقتطاع الفيديو أنا اقتطاع الفيديو وتقص مثلا من الدقيقة التي تريدها إلى الدقيقة الأخرى وتعمل موافق وبعدين تشغل أيضا هذا خيار أنه التشغيل أنت لما تعمل عرض هل تريد أن يشتغل على طول أو أنه فقط ينتظر حتى تضغط الضغطة فمثلا إحنا نجي نعمل العرض هنا خلاص الآن ما يشتغلش إلا حتى نضغط لكن إذا قلت تشغيل تلقائي أول ما تعمل هذا يشتغل على طول الآن هذا كل ما يهم يعني عن الفيديو الآن ننتقل الآن خلصنا النظرة العامة طبعا النظرة العامة بحيث انه فقط مثلا ادراك ان هنا تقدر تضيف في اشكال من الادراك
أشكال كثيرة، المربع نص إذا أردت أن تضيف مربع نص تضيف، وأظن هذه الأشياء الأغلبية عارفها لأنه أظن الأغلبية مستخدمين الوورد والباوربوينت يعني مستخدمينه، لكن من باب يعني تأكيد المعلومة. الآن ننتقل للنقطة الثانية وهي الأشكال. أخذنا النظرة العامة، الآن ننتقل إلى نقطة الأشكال. لماذا خصصنا الأشكال إنها تكون في سكشن خاص؟ لأنه الأشكال مهمة جدا، وأنتم كما تعرفوا إنه أهم شيء يعني أبسط شكل يحتاج الرسام أن يرسم شيء هو إيش؟ خط. يعني الرسام عشان يرسم أي حاجة هو يحتاج قلم، والقلم هذا هو خط، يعني مجموعة خطوط ويستطيع أن يسوي فيها أشياء كثيرة. إن شاء الله في الأشكال هنا بنتعرف على أنه كيف ممكن أنه مثلاً من شكل واحد تسوي أشكال مختلفة. فتروح مثلاً هنا إلى دراج، وأول شيء خلونا نضيف شكل، نحذف ذا، نضيف شكل مثلاً شكل مربع. هذا شكل مربع طبعاً، هذا الآن تعمله سايز. إذا ضغطت شيفت في الشاشة العرض والطول يتناسبان، يعني فكل ما ارتفع العرض يرتفع الطول، لكن إذا لم تضغط شيفت مشيت يسار نزلت يرتفع، مش متناسب. فلكن اضغط شيفت عشان إذا انت تشتا شيء متناسب. وعلى طول تظهر لك أداة التنسيق. طبعاً هنا الشكل، تعبئة الشكل انت تختار ايش لون تعبيه. هنا الإطار، تشتب إطار، هذا إطار، ومنها أيضا الإطار تزيد سماكته، تختار يعني حسب ما ترغب. هذا مش في يعني حاجات بسيطة منها، نفس ما كنا نفعل في الصورة. لكن أيضا الجميل إنه مثلا خلونا نقول لا بتعبئة، تعبئة بدون إطار، إنه في هنا في حاجة اسمها تحرير الشكل، يعني أنت شنس الشكل بس بتعديل بسيط. فهنا حاجة اسمها تحرير نقاط، بحيث انك تستطيع انه تعدل الشكل حسب يعني حسب الشيء الذي تشتهى. طبعا هلا احنا مختارين الرسم، مثلا نضيف الشكل من جديد، دراج شكل مربع، ونعمل له تحرير النقاط. فالان هم اربع نقاط، تقدر مثلا يعني تشوف الشكل الذي انت ترغب فيه وتحرره، ويكون الشكل الأساسي الذي أنت منه تتحرك، وبعد ذلك تستمر. مثلاً أنت لديك شكلين، تشتري تكون منهم شكل معين. خلينا نقول مربع، وبعد ذلك نضيف دائرة. شوف الدائرة إذا لم إذا ما ضغط شيفت، هذا إذا ما ضغط شيفت تكون يعني مش دائرة كاملة، ضغط شيفت تكون دائرة مستوية. يعني مثلا احنا نشتي نكون هذا الشكل يعني نشتي ندمج الشكلين. عشان تدمج شكلين وتكون شكل جديد تضغط على الشكلين، وتروح من دمج الأشكال وتعمل اتحاد. الاتحاد هذا يقوم انه يسوي لك الشكل شكلين، عفوا الشكلين شكل واحد. شوف تلاحظ انه فيها هنا اوفسيت، يعني مش متناسق، فلذلك نعمل له ما يسمى المحاذة من التنسيق. تروح عند ترتيب ومحاذة، هذه المحاذة مهمتها ان تخلي الشكلين على خط واحد، يعني ما فيش واحد متقدم على واحد. تمام، الان نروح نعمل دمج الاشكال واحنا في راحة. نروح تنسيق وهنا دمج الاشكال. وبهذا يكون شكل معنا شكل جديد. مثلا هل نستطيع نكون هذا الشكل في الباوربوينت؟ شكل رجل من هذا الرموز الذي تشاهدوها في الانترنت او كذا، نقدر نسويه مجموعه من الاشكال نسويها الان. مثلا الشكل نختار الشكل المناسب الذي بيكون قريب منها، واظن هذا الشكل هو الشكل المناسب. هذا هو الشكل المناسب. إذن هذه الدائرة بحيث إن إحنا نضغطه ندور الشكل
خلاص، هذا بحيث انه يكون الكتف يضيف مربع، بحيث انه يكون الشخص طبعا نلغي الاطار عشان ما يكونش في اطار، الغاء الاطار بدون اطار، وعفوا بدون اطار ومعنا بدون اطار. نعدل في الحجم عشان يكون مناسب. ننسخ نفس الشكل. كيف تنسخ نفس الشكل؟ تضغط على كنترول تسحب، هذا يكون نسخت نفس الشكل، بدل ما تصنعه من جديد تنسخه بهذه الطريقة وتعدل عليه. وهذا تكون اليد، نصغر حيث تكون هذه اليد أنت معه، وتنسخ نفس الشكل كنترول تضغط، وأنت تحرك كذا يتحرك الشكل بشكل حر، لكن إذا ضغط شيفت يحدث له أنه ينغلق على فقط المسار الذي كان موجود فيه. وبهذا كون الآن الأرجل نستخدم نفس الشكل. الآن نضيف الدائرة لتكوين الرأس. طبعاً في هذا الشكل الكبير نحذف الإطار من هنا للإطار. خلاص نحدد جميع الأشكال، نروح للدمج ونخليها شكل واحد. الآن تغير هذا شكل واحد وتستطيع نفس الشكل. هذا بالنسبة للأشكال. أيضاً هناك الأشكال الذي هي الأيقونات، إن الأشكال تستطيع أن تضيف أيقونة. الذي قال لا يشتغل عند الشيفت، الشيفت هو فقط الزر، تضغط الشيفت وأنت ضاغط يعني تستمر في الضغط، يعني مش تضغط وتترك، لا تستمر في الضغط وتحرك. هنا أشكال كثيرة تقدر تضيفها. دراج كما الآن تحمل الصورة، خلّي يحمل. يبدو أنه النت شوية ضعيف، لكن هنشوف إدراج أيقونات. الأيقونات هذه الأيقونة الأولية، لأن النت شوي ضعيف، ننتظر حتى ينزل. anyway، في الأشكال أنت تستطيع يعني مثلا إذا أنت تشتري ترسم شكل تلفون بسيط تستطيع. فمثلا هذه أيقونة، تقدر في الأيقونة الميزة فيها أنك تقدر تغير أو ما يسمى الفيكتور، تقدر تغير الألوان. مثلا تشاهد لون الأيقونة هذه يختلف، يكون مثلاً أحمر، يعني ما هي الصورة فقط من النت وأنت ملزم إن تكون اللون نفس، لا تقدر تغير لونها براحتك. الآن مثلاً لو نجرب نصنع إيش أيقونة الواتساب، كيف ممكن نصنع أيقونة الواتساب؟ مثلاً نجرب نصنع أيقونة الواتساب، نروح نجيب الأيقونة الواتساب من النت ونشوف ونحاول نقلدها. ايكون خلاص اختارنا الشكل، الشكل طبعا تستطيع انك اذا في صوره من النت تستطيع ان تسحبها على طول وتروح للباوربوينت وتختار هذا وتضغط، يعني ماشي داعي تنزلها وتفتحها من جديد وكذا، تسحب طوالي من جوجل. هذه ميزه جيده. العفو لم يظهر الرابط نيو شير سكرين. خلاص الآن أنت تروح مثلاً
تبحث عن واتساب ايقون وتسحب الايقونه سحب الى حقك الباوربوينت تضعها. الان نصنع ايقونه تشبه ايقونه الواتساب. اول شيء هي عباره عن ايقونه واتساب دائره، اذا نضيف دائره. الآن جالسين نقلد دائرة، هذه الدائرة. هذا الكورنر الزائد هو غالباً مربع مثلث، فنضيف مثلث. نحول المثلث بالطريقة المناسبة. ممكن حتى نضعه هنا ونعمل له إعادة تحجيم بما يناسبه. ويكون طبعاً نحذف ال يروح من التنسيق وحذف الإطار. الإطار دائما مزعج، فحذفه عشان نحذف الإطار. الآن أوكي، والآن نعمل للشكلين دمج. دمج الآن دمج الشكلين. نعمل الدائرة الذي داخل دي، نضيف دائرة أو نكرر الشكل ذا ونصغره. نغير ذا الخلفية إلى بيضاء، نغير الخلفية إلى خلفية بيضاء ونختار اللون. حنشيل عن اللون نفس لون الواتساب، بدل ما نروح من تعبئة الشكل ونحاول نختار اللون، في حاجة اسمها قطارة وتختار لك نفس اللون الذي موجود في الشاشة، فقط تضغط وبهذا يكون حقنا المكرف. نلاحظ انه لان احنا ضفنا شكل المكرف من هذا قبل ما نضيف هذا الشكل، فكان في الخلف. كيف نحضر المقدمة؟ من تنسيق الصور في هناك احضار الى المستوى الامامي او الى المقدمة. الى المقدمة معناته تكون مقدمة اي نص، الى المستوى الامامي معناته يتقدم خطوة فقط. ونعمل له ريسايز بحيث انه يكون نعمل له اعادة تحجيم. ونختار اللون الأبيض نفس اللون الأول. نختار اللون الأبيض. وبهذا يعني عملنا شيء مقارب لأيقونة الواتساب. تمام. الآن خلونا ننتقل إلى السكشن الثاني عشان نخلص الأشكال. عشان نخلص الأشكال في إن شاء الله الذي سعى الرابط للشهائد بترسل في النصف الساعة الأخيرة من الدورة. مدة الدورة ساعتين، ساعتين من ساعة ونص إلى ساعتين. في ناس يرفع يده. زكريا تفضل اللي سأل، عندك سؤال؟ أعتقد لو نجل الأسئلة إلى نهاية الدورة. خلاص تؤجل الأسئلة إلى نهاية الدورة حسب طلب المدير. الآن خلصنا إنه الأشكال هذه ممكن أنت أي مجموعة الأشكال هذه الأساسية تسوى أي أشكال تشتاها أو ترغب فيها أو تشوفها مثلاً على النت، تقدر تقلدها راحتك، وهذا هو المطلوب من الأشكال. الآن ننتقل إلى التحرك والتنقل. خلونا الآن نختار مثلاً شكل، نختار من ما يسمى اللهم صل من النموذج الجاهز ونتعلم عليه كيف ممكن نعمل حركات. الآن السكشن الذي بعده الذي هو التنقلات والحركات، والذي من أحد أهم مزايا الباوربوينت. السؤال الذي يقول هل ممكن تعيد تغيير الواتساب؟ إيش يقصد ممكن تغيير حركات؟ الآن إحنا سوينا جديد. الآن تشوفوا التصميم الجديد الذي هو بالإنجليزي Lab Safety. الآن بنتعلم كيف نسوي الحركات منه. مثلاً إحنا اتفقنا إنه التصميم شوف من هنا من العرض، اتجاه العرض من اليمين إلى اليسار.
الانتقالات. اتفقنا ان الانتقالات انه تنتقل من شريحه لشريحه. شوف الان لو نسوي عرض للشرائح حقنا، سوينا عرض ننتقل من شريحه لشريحه بدون اي تاثرات، تنقلات عاديه ما لهاش عادي. لكن الان حنقدر نسوي ايش؟ تنقل جميل، معك عده تنقلات. انت اول ما تضغط هنا مثلا انقسام، شوف هذا تنقل، اخفاض ظهور هذا يظهر سريع، اشرعه ونزيد فتره الظهور، شوف تغطية. معك عدة خيارات هنا تقدر تختار منها، مثلا هنا خيار جميل هو خيار الستائر، يفتتح كستارة وهذا شيء جميل. وفي عندك جنب خيارة التأثير، يعني أحيانا مثلا تكون، خلونا نقرب، شوف ريح خيار جميلة. خيار التأثير هذا ممكن فيه مثلا أكثر من خيار، إنه نفس التأثير الذي هو الريح لكن يكون من اليمين. شو الآن احنا اليمين نتكلم يمين، اذا خليتها يسار تكون يسار. من هنا تحدد المده الزمنيه، كم وقت تشتاه يكون زمن فيه، تمام. وهنا تقدم الشريحه، يعني انتقالك للشريحه الثانيه هو عند النقر او بعد مده زمنيه، هذا ممكن يقيله لاحقا. شوف انا كيف ممكن استفيد، مثلا هنا حق الستائر، كيف ممكن استفيد استفاده اكبر. انت بهذه الاشياء ممكن تستفيد من ناحيه، مثلا تعرفوا انتم دائما انه على الفيديو ينفتح، اذا معك فيديو انه ينفتح الستائر زي المسرح. انت ممكن تضيف، يعني تستغل كل افكت بما يناسب غرضك. فمثلا لو معنا فيديو، يعني معك برزنتيشن وتشتغل تقول واما الان اعرض لكم الفيديو الذي سويته، مثلا سويت في المعمل شيء وانت مصوره او شو شيء، أعرض لكم الفيديو. بدل ما ينتقل الفيديو بشكل طبيعي يكون ينضاف بفتحة ستارة ويكون رائع. مثلا خلونا نضيف فيديو كما تعلمنا أولا من الكمبيوتر، ونضيف الفيديو المعروف اللي هو الآن. لما نروح للعرض، نعمل عرض الآن، شوف نفتح على الفيديو كأنك معك مسرح. بهذه الطريقة كيف تستغل التأثيرات. مثلاً أنت معك شيء يتحدث عن كتاب، ما كتاب، يكون الانتقال الذي هو هذا نزع غلاف كذا، الذي يسمى نزع غلاف، يكون الانتقال أنك تتحدث عن كتب ما كتب. انتهينا من الانتقالات. إذا الانتقالات باختصار هو الانتقال من شريحة إلى شريحة كيف يكون، تمام. الآن ننتقل للحركات. هنا الحركات وهي ما يميز الباوربوينت، احد اهم مميزات الباوربوينت. وبالحركات هذه تستطيع ان تفعل يعني اشياء غير طبيعيه، وانا ان شاء الله بحاول احرك هذا الذي في السلايد، هذه الاشياء، وبتشوفوا كيف نحرك. اول شيء التبويبات غالبا نفس الانتقالات، لكن هنا معك اسمها جزء الحركه، هذا مهم جدا، يعني يسهل لك الشغل فتفعله بحيث انه يظهر شريط جانبي هنا عشان تستخدمه بكل سهوله. ونصغر هذا هنا. الان مثلا الان هذا لما تعرضه لا يوجد فيه اي تاثير. احنا نريد هذا يدخل بطريقه، يعني ذا يدخل من هنا الى دخول فيه حركه. خلينا نفك التجميع، في هنا موجود تجميع في الآن نمسك العنصر هذا أول شيء، ونروح مثلاً إحنا نريد يدخل من اليمين إلى اليسار. أول شيء خلونا نعرض التأثيرات. أنت معك ثلاث أنواع من التأثيرات الرئيسية، الذي هو الدخول، يعني أنت مثلاً تشتشي يدخل إلى الباوربوينت فتختار واحد من هذا، مثلاً نقول عائم للدخول. شوف من هنا من خيارة التأثير تختار الجهة الذي يدخل منها، مثلا هذا عائم إلى الأعلى، يعني من الأسفل إلى الأعلى، عائم إلى الأسفل، هذا يطلع من الأسفل إلى الأعلى. مثلا تحرك للداخل، أنت اشتري مثلا مع الخيارات، هذا خيارات كثيرة. مثلا أنا اشتري من اليمين فأختار الذي هو من اليمين فيدخل بهذا الطريق. فلما أعمل عرض سلايد تضغط يدخل. الآن في حركة، في حياة. بالنسبة
مثلا الخطوط هذه ممكن احنا نعمل لها انيميشن بنفس الوقت الذي هو تحرك، نضغط شيفت ونضغط عليها الثلاثه كلها ونختار مثلا تحريك جميل فيها، نحاول نقرب تصميمات كثيره ممكن ذا انقسام، نختار حسب الذي نرغب فيه الذي نريده، مثلا نمو تحريك هذا طريقه مشابهه ممكن. إذا بعد ما تعمل السلايد تضغط الأول تضغط الثاني لا الثاني تمام. الآن اتفقنا جزء الحركة هذا إيش تستفيد منه؟ مثلا أنا أريد أن تلاحظوا إنه أشتغل هذا بعد النقر، إحنا نشتغل الآن نشتغل تلقائي، أول ما يبدأ السلايد نشتغل تلقائي، اضغط ظهره ظهر المربع على الشوف، فتلاحظ إنه الآن هنا حدد، فتختار مش عند النقر لكن مثلاً مع السابق أو بعد السابق. الخطوط ذي الذي هي الأصفر والأصفر والألوان الذي جنبها نريد أن تبدأ بعد أن يبدأ هذا، فنقول له بعد البدء بعد السابق، تنزل للثاني وتغير من هنا البدء بعد السابق وهنا البيت بعد السابق، ولما تشغلها تشوف انه خلاص تلقائي. هذا ممكن ايضا نعمل له انيميشن بحيث انه مثلا يظهر ظهور بسيط، وايضا نخلوه انه يبدا بعد السابق. يعني الان لو تعرض انت دائما هو مكتوب عند النقل لكن خلوه من السابق يظهر بعد السابق، هذا إذا نشتي أيضا نضيف له حركة، مثلا هذا نشتي ظهور الذي هو الظهور ذا مثلا ممكن ذا الظهور، ونشتي أيضا نضيف له حركة جنب هذه الحركة الذي هي موجودة بيد بعد السنة. الآن شوف خلونا نراجع البريفيو حقنا، لكن نشتي يتحرك حركة غير مثلا عشان نضيف حركة إلى جانب الحركة الموجودة الذي هي الظهور، ما تغيرش من هنا، إذا غيرت تتحرك الحركة نفسها ويجي لك حركة جديدة، لكن إيش تعمل إضافة حركة من هنا إضافة حركة وتضيف شيء التوكيد، يعني إحنا الآن نشتي نأكد إنه موجود ما نشي لا يخرج ولا يدخل، فنختار من تأرجر فبيكون كذا. إذا أنت تشتوي يكون مثلا وقت طويل تمد هذا الفترة الزمنية، وبهذا إذا ضغطنا على العرض في تأرجح يعني بسيط على طول العرض. هذا كل ما تعرفه عن الحركات، يعني نظرة أساسية سريعة للحركات. تمام، الآن ننتقل إلى القسم الثاني، نشوف الاتشار ننتقل إلى القسم الثاني وهو الذي اتفقنا عليه. الآن في حاجة اسمها التحول التدريجي. التحول التدريجي هذا من أهم الانتقالات. فكرته فكرة بسيطة، شوفوا هنا ركزوا، هنا مهم جدا، يعني فكرة حلوة جدا. أنت مثلا معك شكل ولما ينتقل لشريحة ثانية، خلونا نغلق هذا المزعج، معك شكل، وإذا انتقلت لشريحة ثانية الشكل يتحرك نفسه. فمثلا خلونا بعلم لكم كيف. الآن هذا معي الشكل المربع ذا ومعي مربع السهم دي، إذا حركت إلى السلايد الثاني شوف كيف تحركت. هذا ما يسمى التحريك التدريجي أو التحول التدريجي. فكرته بسيطة جدا، خلونا نحذف ذات تماما. فكرته إنه الشكل الذي يكون مثلا موجود هنا، مثلا خلونا مربع في الشريحة الثانية، أعمل duplicate أو أعمل تكرار للشريحة نفسها وأقوم أحرك الشكل لمكان ثاني بس. وعندما أعرض أعمل عرض، شوفوا أتحرك إلى المكان الثاني، يعني يكون في حركة حلوة. هذا يسمى من الانتقال، تسموه التحويل التدريجي، يعني جهز شرائحك وبالأخير فعل هذا الانتقال
فهو يحرك لك حسب تنقلك انت. مثلا ممكن تحط اشكال في جهه والسلايد الثاني تحركه فيتحرك، تمام؟ هذا اسمه التحويل التدريجي. مثلا شوف الان معك مثلا انيميشن، ممكن نسوي لهذا انيميشن يكون انيميشن جميل، او عفوا اسمه حركات جميله. خلينا نشغل جزء الحركه ونلغي جميع التحريكات الجديدة. الآن خلونا نركز. مثلا شوف قضية التحريك هو إبداع راجع لك، يعني أنت كيف طريقة أنك تحرك إرجع إبداع راجع لك، وإن الأدوات موجودة لكن أنت كيف تحرك الشيء. مثلا إحنا معنا هذا الشكل التوضيحي، شخص معه مثلا 4 أفكار، فكيف نحرك؟ أنا أشوف مثلاً إنه نبدأ نظهر ذا، وبعدين السهم يطلع يطلع بهذا الشكل، وشكل اللمبة بشكل وميض كذا، وبعد ذلك يمر على بقية الأفكار الثانية. كيف نسوي ذا؟ أول شيء نحدد الشكل الذي نشي نحركه. مثلاً إحنا نشيل الآن اللمبة الكبيرة ذي، نضغط ظهرها ونروح نشتري إنه مثلاً تحرك للداخل، إنها تكون جاية من تحت، فنضغط تحرك للداخل. خلاص إذن من هنا جاهز إنه تحرك الداخل. الخطوة الثانية نشي السهم ذا، السهم ذا يتحرك فوق، فكيف نشوف؟ مثلاً نشوف من مثلاً التحرك ذا ما ينفعش، مش المناسب مسح. أيضاً المسح هو الفكرة المناسبة لنا، ومن هنا مع خيارات جديدة أعلى أسفل، بس مثلاً من الأسفل تمام مناسب جداً. خلاص إذن ونخلو إيش بعد السابق، يعني بعد ما يظهر ذا يظهر ذا، وبعدين هذا الشكل نضيف له تأثير، مثلا تأثير الأشرطة مناسب يعني لا بأس فيه، نمو أوكي ذا أجمل، نمو وتحول أجمل، فنضيف ونعمله إيش بعد السابق. الآن خلونا نعرض الشريحة قناة ونشوف كيف بيكون شكل الثلاثة الأجزاء الذي سويناها. فقط الآن نقوم نكرر نفس العمليات، لكن هناك ميزة جميلة، بدل ما نكرر كل الخطوات هذه ننسخ، اسمه نسخ التنسيق. فنحن هذا الشيء نضغط هنا ونعمل نسخ الحركة. شوفوا الآن شكله تحول في زي المكنسة فوق، ونضغط الآن شوف. بس الآن التأثير إيش؟ شوفوا التأثير مش متناسب مع مكان السهم. فنروح من خيارات التأثير ونشوف إنه هذا جاي من أعلى، فلو اخترنا من أعلى لا كأنه من اليمين أفضل. شوف كأنه من اليمين أجمل، ونجعل ذا إيش بعد السابق، مهم جدا إنه يكون بعد السابق. نروح لأيديا ننسخ التأثير حق أيديا من هنا من الأول، نسخ الحركة ونعمل لها لصق ظهر الثاني. شفت الآن؟ الآن لو تشغلها تشغل الكل تشوف أنيميشن جميل جدا، ونكرر الحركات نفسها النسخ خلاص، لكن هذا ونغير تحريكة مثلا من اليسار أوكي رائع. وبعدين نجي لهذا نعمل نسخ الحركة من هنا ونضغط هنا السهم هذا ننسخ حركته، نضغط على ظهر السهم الثاني أيضا مناسب مع تغيير الاتجاه، تغيير خيار التأثير، ويكون معانا أنيميشن جاهز أو حركات جاهزة. فأشوفه الفكرة الثانية، يعني مثلا إذا معك فارم جديد. الآن خلصنا من قضية التحريك، الآن نرجع للقضية للنقطة الثالثة وهي السلايد زومز، وهي الخدمة التي قلنا لكم خدمة جديدة في الباوربوينت. فخلونا نضيع ذا فقط. الآن تلاحظوا أنه في تأثير مثلاً عن الزوم. فكرة الزوم هذا إيش فكرة الزوم؟ فكرة الزوم أنه معك شرائح تشتي تعرضها، يعني فكرته انه معك شرائح تشتي تجمعها في مكان واحد. مثلا انا معي هذا الجراف ومعي هذا الجراف، اشتي اضع بينهم مقارنه
وإذا ضغطت ظهر واحد منهم يوديني للشريحة الذي أريدها بشكل جميل. شوفوا نضغط. أنا نعرض لكم الفكرة تطبيقها كيف يكون. مثلاً أنا كمعي عرض أمام الدكتور أمام الأستاذ، وأشي أشرح له فارق بين اثنين تصاميم أو اثنين فيجرز. بس الدكتور يقول لك وضح لي واحد منها، بدل ما تروح تخرج وتروح للثاني أو ترجع تكبر، تعمل هذا الشيء وتضغط ويوضح له، ولا أقول لك رواني الثاني وترواه وتكون المقارنة واضحة. كيف نسوي الزوم ذا؟ كيف بإمكاننا أن نسوي الزوم؟ خلونا نحذف ذا. الزوم من إدراك تروح لعند صورة وترجمها شوية، مش هذا الصورة، وتعمل صورة الشريحة وتختار الشريحة التي تشاء تفعل زوم لها. مثلا احنا شي نعمل هذه الشريحة زوم، نعمل إدراك وتكون الشريحة جاهزة. طبعا في هناك تنسيق المناسب لها من حيث حد الصورة انك تحذفها بدون إطار، تضغط ظهرها وتوديك للسلايد الذي فيه وتشتغل بقية حركة. إذن اتفقنا إنه الاستخدام الأول إنه مثلا أنت معك شيء تشتغل تقارن فيه شيئين، فمثلا أنا معانا اثنين فيجر ونشتغل نقارن بينهن، وبحيث إنه ما اضطرش إن أنا أعيد تحجيم واحد من واحد، فأعمل لها ملخص أو إدراج. مثلا نروح نرجع صورة الشريحة ونعمل إدراج ونعمل ريسايز إعادة تحجيم ونعرض حقنا البرزنتيشن بكل سهولة، وبعد ذلك استخدام ثاني له. يعني مثلا انت تكون يعني تشي تكون شكل السلايد حقك جميل، يعني تشي فقط من باب انه انا اشي شكل السلايد جميل. خلونا نروح للنت ناخذ صورة مثلا من موقع جميل فيه صور كثيرة وبلاش، يعني فري، ما مش مدفوعة. سنقول work space، نختار صورة مثلا مناسبة، صورة work space، نروح نختار الصورة. مثلاً ذي حادث ما عاد شيء صورة يجب منها، خلاص نختار ذي الصورة ننزلها دول الفورفي. شوفوا أنا بإمكاني أسحبها لهنا ونروح للبرد يشتو. الآن نضاف الصورة، نعملها إعادة تحكيم تحليل. انا شيء مثلا اضيف، انا اعيد احضر كل السلايد حقي والشرح حقي والعرض حقي داخل هذه الصوره بحيث انه يكون شكلها انيق. فمثلا نروح لعند ادراج ونروح لعند صورة الشريحه، اختار الشريحه الذي اريدها. مثلا خلينا نختار الشريحه هذه الشريحه وهذه الاربع شرائح، نعمل ادراج. الان نجهزها هنا. الآن مثلا نريد الفيديو يكون ظهر هذا الشيء، طبعا نروح التنسيق ونحذف الخلفية بحيث انه ما يظل معنا الفيديو بس، لأن يعني لو معنا الشاشة هنا نحط الفيديو ظهر الشاشة. مثلا نحط هذا وسط الدفتر بحيث انه يكون شكل، نعدل نزوم إن عشان نعدله يكون مضبوط شوية، وهذا مثلا نسويه. أول شيء نحذف الخلفية عشان يكون ما فيش خلفية. وهذه الصورة ممكن تكون نحذف الخلفية عشان يكون الشكل أنيق بس، وأنا تكون مثلا
صحيح عشان تكون نفس الدفتر ذا. شوف اختيار الصورة يعني غالبا يجب أن يكون مناسب يعني. اختيار الصورة يجب أن يكون مناسب. هذه الصورة ليست مناسبة جدا. الآن تخيل عرضك يكون كذا. أنا عرضك يكون كذا وأنت تشرح تقول الآن مثلا أروح أشرح لكم الجراف وتضغط ويطلع الجراف. وترجع ويرجعك للهذا. مثلا الشيء عرض لكم الفيديو حقي تضغط وتعرض لهم الفيديو. ترجع الصورة. تروح عن الأيديا. وترجع للزوج. يعني يكون عرضك بدل ما يكون ممل نفس سلايد بعد سلايد. يكون فيه نوع من أنواع الحركة والحركة الجميلة جدا. نرجع لحقنا التايم لاين نشوف كم قد غطينا. غطينا الأفكار العامة. غطينا التعامل مع أشكال. غطينا التعامل مع التحريك والتنقل. السلايد زوم الذي هو غطينا فيها كيف ممكن أنك تضيف حياة إلى هذا. مثلا هذا السلايد الذي هو موجود أمامكم هو مصمم في فكرة السلايد زوم. مثلا نقول تطبيقات عملية اشتي أروح إلى التطبيقات فيروحني إلى شريحة التطبيقات اشتي أرجع الآن مثلا أفكار عامة يروحني بهذه الطريقة. تمام. الآن إحنا غالبا يكون مثلا أنت جاهز أنك تعرض فقط في أشقوله تبس للعرض مثلا وانت تعرض شرائحك. أنا كنت تعرض شرائحك في نشوف عرض فيه كلام عشان يكون كلامنا فيه مستوى من أنت تعرض شرائحك وتشرح وكذا بس تشتح أحيانا تضيع تصفى كل شيء فتضغط W. هذا W يقوم تصفية الشاشة. إذا أنت مثلا تشتي تخلص الشاشة سوداء تضغط على B تسود الشاشة. مثلا انت في ال نرجع المناسب مثلا تشتري شكل ليزر يكون معك شكل ليزر تضغط كنترول اي يكون معك شكل هذا الذي تحدد فيه الهايلايت تضغط كنترول اي تبعده. الليزر كنترول ال يعني يكون معك ليزر وانت تشرح البوينتر حقك يكون موجود يعني عارف الاستاذ او الذي تشرح لهم والجمهور حقك وين انت تشتغل. ايضا ممكن تعمل الذي هو مثلا تحديد تحدد مثلا هذا تركز على الكلمه دي وتحدد وتشرح وبعد ما تخرج الغلاله تعمل تجاهل هو فقط ايش للشرح. هذا بالنسبه لعرض الشرائح. ايضا العرض الشرائح مثلا انت الان خلصت البرزنتيشن حقك بس المطلوب منك انك تسواه وتتكلم عليه. يعني مثلاً مع الكورونا وهذه الأيام أنت على البرزنتيشن أنت ما عاد تحضرش عند الدكتور لأنه ما عاد فيش وجه لوجه وإنما أونلاين فيقول لك برزل لي فيديو ورسل لي الفيديو يعني صور فيديو وأنت اللي تبرزني ورسل لي. فهذا الباوربوينت يقوم به تماماً. أنت فقط جهز السلايد حقك حق المشروع واحفظ كلامك وابدأ في عرض الشيء من وابدأ من عرض الشرائح روح عرض الشرائح وسموه إيش تسجيل عرض الشرائح. بهذه الطريقة أنت تقدر بهذه الطريقة أنت تقدر تسجل شرائحك وصوتك وصورتك تطلع. مثلاً نجرب الآن عشان ما يكونش نظري تسجيل الآن أنت معك الشرائح جاهزة ومن هنا التسجيل وهنا عاد تشغل. مثلا انت الان تبدا تبرزن اونلاين للدكتور وترسل الفيديو تضغط تسجيل تبدا الان كلام يبدا. شوف صورتك ضروري تكون مثلا موجوده. خلينا نعمل ايقاف لانه لم نفعل. من هنا تقوم تفعيل صورتك يعني انت تكون صورتك الاشكاليه تكمن ال ما قدرت أظهر الصورة هنا لسبب أني مسجل الكاميرا حقي حق اللابتوب مشغولة أو في الزوم. فلكن من هنا الخير إذا ضغط
بتطلع صورتك هنا مربع، بتكون هنا موجودة مربع، وبتستطيع أنك تبرزن وأنت تسجل تتكلم. الآن تبدأ تتكلم، المفروض أن صورتك هنا، تنتقل للسلايد الثاني، تقول العنوان وتخطيط محتوائي قائمة وتشرح، تنتقل. وبعدين لما تعمل إيقاف وتعمل رجوع تشوف إنه الفيديو حقك قد هو هنا. هنا شوف، لأن أنا ما سجلت الله صوت، ما سجلتش فيديو، جاهز هنا. المفروض إنه صورتك هنا، تنتقل للس... شوف في كل فيديو، في كل شيء قائمة وتشرح، تنتقل وخلاص. وبعدين تسوي الشرائح حقك حيث وترسل أو وتقدر أنت مثلاً تحفظ الفيديو الشرائح حقك أو البوربوينت فيديو. كيف؟ بعد ما أنت الآن جهزت البرزنتيشن وقد جاهز الإخراج جاهز، وش تحولها فيديو، ترسل للدكتور أو الأستاذ فيديو جاهز، تروح من ملف حاجة اسمها أنا تصدير، ومن تصدير إنشاء فيديو، وتعمل استخدام التوقيت والسرد الذي انت سجلته، وتعمل إنشاء فيديو، وتحول السلايد حقك في الحركات والأشياء الذي عملتها كأنه معك فيديو مصمم في أحد برامج المونتاج الكبيرة دي. تمام، اتفقنا على العرض، انه في معك العرض، يعني النقاط المهمة انك تقدر وانت تستخدم بعض الاشياء، مثلا تظهر وانت مش يظهر الان تضيع، يعني تقول انا شوف، لان انا عملت البرزنتيشن والتسجيل موجود. الشيء الثاني انك تقدر تسجل نفسك وانت تتكلم صوت وصورة. انت تشوف اصحاب اليوتيوب غالبا صورتهم تجي هنا موجودة مربع، تقدر تسويها في الباوربوينت. الآن ننتقل نرجع للتايم لاين حقنا ونشوف أين نحن بالضبط. عرض الشرائح، الآن أفكار عامة، هذه هي فقط بعطيكم بعض التيبز والتريكس الموجودة في التيبز والتريكس الذي موجودة في اليوتيوب في الباوربوينت، تستطيع أن تسويها. نروح لعند الشريحة بالضبط. أول شيء QR Office، يعني أنتم عارفين أول شيء إيش هو QR. هذا كود تسويه وباستخدام الجوال تعمل له مسح وطوال يطلع لك الرابط. يعني أحيانا إذا أنت تشتري ترسل صورة وفيها رابط، الناس ما بيقدروش يعيد كتابة جميع الرابط في من الصورة، لكن هذا فقط تستخدم الجوال يعمل المسح الضوئي وينطلق. كيف نسوي هذا؟ من إدراج في حاجة اسمها الوظائف الإضافية. الوظائف الإضافية تضغط ظهرها وتبحث عن الذي اسمه QR Office، تبحث QR Office وينزل لك وتعمل له استخدام إضافة ويطلع لك هنا QR Office، وهنا تكتب الموقع حقك، مثلا تلفونك، رقم تلفونك، تضغط على التلفون تكتبه، ومنها تغير حجم هذا وتعمل انسيرت. هذا تستطيع انه مثلا خلاص ما عادش رقمك تمله على كل واحد، فقط يجي يعمل سكان ويطلع على طول عنده في الشاشة، او مثلا الفيسبوك حقك، الانستغرام، تسوي على طول بهذا الكود. الفكرة الثانية هي فكرة الخرائط. أنت تستطيع أن تضيف خريطة، يعني خريطة العالم تقدر تضيفها هنا في صاحب هذا الباوربوينت، تضيفها من شوف، بما أنه إضافة خريطة فأكيد من هنا، سواء كان موجود هنا خرائط، بس أبحث عليكم. طبعاً بعض المخطط، أيوة من المخطط، شوف تروح إدراج
مخطط في هنا بتشوف خرائط عن خريطة، تمام؟ من هذه الخريطة تقول كم واحد الآن بيضيف لك خريطة العالم كله. انتظر لكن مع أني تحتاج نت كذا. شوف الولايات المتحدة اللي يعيش أنا فقط تحتاج النت الآن. شوف تحمل خريطة العالم كلها هنا بشكل أنت تقدر تغير الألوان. شوفها من هنا السلسلة هذا يفتتح لك تبويب جديد والذي هو تبويب أكسل. تبويب أكسل تكتب فيها الدول الذي يكون عليها مثلا العلامة الزرقاء هذه. طبعا أنت تقدر تغير الألوان من هنا أن تشتري لون ثاني لأشتري هذا الألوان. شوف تغير على طول. مثلا إحنا ما نشيش ولا هذه نشي خريطة اليمن فقط. نحذف ونكتب اليمن. وننتظر حتى يحمل المسمح. يحمل خريطة اليمن ويبطل على طول. بس مع النت شوية ضعيف ولا خريطة اليمن بتصعد على طول. إصدار الباوربوينت هذا هو 2019 طبعا تقريبا لتعذر النت فما طلعش. ممكن نكتب في الإنجليزي. أنا استخدمت هذه الطريقة في الإنجليزي. يمن يبدو أنه في اليمن ما تعرفش لكن أنا كتبتها في الإنجليزي طلع خريطة اليمن. مثلا اشتي خريطة إب. طبعا أنا من إب فلذلك شاكم محابي واختار مدينتي واضغط فتطلع على خريطة إب. هذا تختار خريطة وتقدر تغير لونها. مثلا معك assignment انه التناسب السكاني لمحافظات الجمهورية فتكتب مثلا اب. نكتب صنعاء. صنعاء طبعا هو اشتي دقة في الاسم فاذا كتبت الاسم غلط ممكن ما يطلعوش. ممكن نكتب تعز. تعز صح كده. شوف الآن طلع خريطة اليمن كامل مع مدينة إب وتعز مع تناسب. مثلاً إحنا شين نقول مثلاً إب 5 وتعز 10. شوف الآن اللون لون العشرة معناته توب 1 اللون. الخمسة أقل شيء والعشرة أكبر شيء لون يتقوى. فإذا أنت مثلاً معك تناسب السكاني أو شيء ممكن تشوف محافظة الجمهورية كلها وتعمل شكل توضيحي رهيب. الخريطة ما تضيفهاش من جوجل. الخريطة انت بامكانك احنا خرجنا الخريطة تضيفها من ادراك مخطط وتروح لعند خريطة ومنها نضيفها وتقدر تعدل عليها. الآن نجرب عمران وليش لا يكون في بس قد ضيعنا ال... شوف إذا ضيعت الأكسل تروح من تنسيق أو من تصميم وتروح أنا وين تحرير البيانات. تفضل فقط اشتغل لأن شوف لأنه هذا شيء مزعج. عمران الاسم مش دقيق يعني مش نفس الذي جوجل حافظه. فإذا رحنا نشوف إيش عمران حافظها جوجل. هكا جوجل حافظها فإحنا نحاول نقلده. عمران انتظر بس سهل بعدين انت فقط تأكد ايش الاسم بالانجليزي من جوجل وتمشي امور. الان ننتقل الى القسم الاخير يعني بعد كل الكلام هذا وش
والحد والضحى المعلومات ذا، كيف ممكن نستفيد من هذا الكلام كامل يعني هذه الأشياء كاملة؟ أنا إن شاء الله بجيب تطبيقين عمليين وأدلكم على واحد، يعني بالنهاية مش كما يقولوا لا تعلمني كيف لها، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها. أنا بأشرح لكم كيف ممكن نستفيد من الباوربوينت، يعني استفادة في التصميم وفي الأشياء الكبيرة دي باثنين بفكرتين، والثالثة بأحيل لكم إلى مصادر. وهذا الفكرة الأولى أنه بإمكانك أن تسوي بطاقة عمل، يعني مثلا أنت تشتغل تعمل لك فتحت محل، فتحت بزنس وتشتغل تعمل بطاقة، أو تشتغل تعمل بطاقة تعريف شخصية. أنت لو تشوف واحد كذا يمد لك في بطاقة التعريف الشخصية وأنت شتغل سوى لك واحدة، فأول شيء تسواه شوف أنت أي شيء تشتغل سواه من جانب التصميم تروح جوجل وتبحث عن تصاميم مشابهة. مثلا أنتم بيزنس كارد، طبعا بنكتبها بالانجليزي عشان المعلومات اكثر، وتشوف الشكل الذي عجبك وتقلده في البدايات، يعني خذك في بدايه التصميم وكذا وتقلده، شوف لانه بالنهايه اشياء بسيطه واشكال بسيطه. طبعا انا قد اخترت واحد هذه الصوره، الان نقلدها، الان نقلد. طبعا مثلا الحجم، اذا سالت نفسك ايش الحجم الذي ممكن اسويه فيها حقي بطاقة العمل، روح ابحث في جوجل قل ما الحجم المناسب لبطائق العمل، وهو بيقول لك وتقلد على طول، يعني ما مش الحاجة الصعبة. الآن خلونا نقلد هذا الشيء ونسوي لنا بطاقة عمل. يعني أنت شو سوي لك بطاقة عمل؟ أول شيء نضيف مربع، مربع واضح، ونضيفه بنفس أبعاد الصور الذي معنا. خلاص خلونا هنا، خلونا نبعد الإطار الشكل بدون إطار، واللون حنشيل لون هذا، نعمل قطارة ونختار لون الخلفية الذي هو موجود عنده على طول ده. خلونا نكبرها عشان نكبرها وإحنا ضغطين شيفت عشان ما تتغيرش. بعدين ذا هو فقط شريط بسيط، يعني مربع، يحتاج مربع بسيط. طبعا تلاحظوا السهم هذه الذي تطلع على المنقطة، هذه يساعدك ان كيف تشتغل. يعني الان شوف اول ما طلع السهم هنا عرفت ان انا وصلت حد الحد. وخلونا نكبر عشان هذا، خلونا نبعد اطار الشكل بدون اطار. تمام مناسب، اوكي مناسب. بعدين التعبئة الشكل، نختار قطارة ونختار نفس اللون الموجود هنا ده. نضغط كنترول نسحب، نضغط شيفت عشان يكون نفس التناسق، وأول مايزة ده الآن الشكل. المربع الثاني الذي في الوسط نضيف مربع، خلونا نحذف بدون إطار. طبعا المعلومية مثلا أنت الآن تحتاج تشوف الذي خلف، يفضل أنك من الرسم من الجانب تروح تعمل له شفافية عشان تقدر تشوف كم أنت بالضبط اللي تعدل في الصورة. الآن خلاص نفس الشيء، تأخذ الهانة. طبعا تكبره كذا لأنك احنا كبرنا هذا، وتخلوا بالنص وتغيروا نفس اللون. طبعا معك خيار اماكن كثيره تقدر تغير منها اللون، لكن احنا نلتزم بما بدينا فيه ويختار نفس اللون. الان تمام، نرجع مكاننا. الان لا، هذا احنا نشتري بس في شيء، هذه الصورة ما قد هيش لها الطرف. أوكي ده عشك. الآن ضيف كمباني لوجو، ولا إذا أنت مثلا أنت شخص، أنت مثلا معك بزنس عمل حر يعني تشتغل باسمك مثلا، أنا ضيف كذا. وشوف إحنا أولا قلنا ممكن تخلى صورتك أيقونة، ممكن هنا نضيف صورتك، يعني مثلا دراج نضيف صورة، لا صورة من هنا، وخلونا نضيف الصورة ونعدل عليها
بحيث أن تكون مثلاً طاقة شخصية. شوفوا طبعاً ما لي اختارش دائماً صورتي لأسباب الأنا، ولكن لأن أنا الوحيد الذي أقدر أن أشتغل عليه خصوصي. نخلونا نحذف ذي الذي يشتي يحذف عنه وإحنا من شباوي. طبعاً يعتبر تمام الآن، أنا تمام خلاص. الآن نروح للتأثيرات الفنية ونختار تأثير مناسب. مثلا نشوف أنا التأثير ذا كذا، نشوفه مناسب. خلونا نشوف تأثير ثاني. شوف التجربة، التجربة ممكن ذا الذي هو مكسر ما غيرش كثير. الآن كذا نحط في الوسط. طبعاً بما أنها أيقونة خلونا نقص الكتف الطويل، نخلي للرأس بس. طبعاً لسه التأثير ما عجبني، أنا أشوف التأثير ذا كما بما جميل، بما يناسب الألوان وكذا هذا جميل وخلص. مثلاً نضيف نص ندرايك ونضيف مربع نص، وانت تضيف سال اسمك. اللون نحول اللون لون الخط الى ابيض ونكتب. طبعا الخطوط ايضا من الاشياء التي تساعدك في يعني في انه يكون شكل السلايد حقك جميل. فأنت بحث في النت خطوط عربية جميلة أو إنجليزية وبتشوف كثير يعني. بشوف بأن إحنا عرب فضروري يكون ذا بقية العربية، وهذا يكون في الجهة أنا ذاك ما همش. وأعمل نسخ للنص بل كترال وأكتب مهندس كهرباء، مهندس كهرباء. يعني الآن ما أقول أي واحد يش معه شيء ولا شيء يتواصل معك في الهندسة الكهربائية. طبعاً ما لقوش الآن، بس اللي صمم بطاقة العمل على أساس أننا هذه الشخصية. الآن خلونا نكرر، إحنا بنأخذ نفس هذا الشكل ونكرره هنا. هذه الواجهة الأولى وهذه الواجهة الثانية، خليهم في تناسق. نضيف المربع ذا اللي بيكون شكل مربع. نحاول نكون نفس شوف الأبعاد اوريدي مختلفة، أنا قصدي أبعاد هذا وأبعاد هذا مختلفة لأن كبرت هذا في هذا، لكن مش مشكلة. نأخذ الأبعاد وبعدين نكبر عاصم. نحذف الإطار سهل جدا. نحاول من شوف الرسم، إذا أنت تشتغل قائمة المنسدلة تبع أي حاجة تشتغل قائمة المنسدلة بعدها الخيارات الأكثر تضغط بالسهم ده. أنت خلاها كذا. done. أنت نقولها تكون. لكن يبدو نحن نحتاج إنه نكبر. المربع الثاني. المربع الثاني. ما نحتاج يعني إن نحن نسوي. دخل نغير اللون الأبيض ونضيف مربع جديد عشان يكون حتى المنتصف. نحذف إطاره، نعبيه زي اللون القطارة زي هذا اللون بالضبط. طبعا تلاحظوا أنه بالمقدمة نشتي نرجع على الخلف، نقل إلى الخلف للخلفية، نقل مستوى إلى الخلف، نقل مستوى إلى الخلف وكذا. الآن هذا اللون يكون نفس ذاك بالضبط، وهذا اللون يكون نفس بالضبط.
هذا الشيء بيبعد الإطار ما زال الإطار موجود. نشوف لأنه كثير الآن هذا حسه كبير شوي يعني من باب الديزاين يكون أقبل. خلاص الآن هذه وسائل التواصل تضيفها من إدراك معك إدراك وتختار الأيقونة من الشكل تلفون الإيميل حقك مثلا إذا معك إيميل تختار شكل إيميل يعني اختار الأيقونة التي تناسبك وهذا ممكن خل إدراك الآن خلونا ونعمل إدراك لهذا نغير ألوانها طبعا عشان يكون أبيض مناسب نغير التلوين الرسم إلى أبيض وهذا أيضا إلى أبيض نأخذ هذا ونغير الحجم بما يناسب ونغير هذا الحجم أيضا بما يناسب مثلا انت تشتت تحط الفيسبوك حقك خلاص قضيه الايميل والتلفون هذه اشياء قديمه اشياء اضيف المسمى الفيسبوك وش علامه ايقونه الفيسبوك بسيط يعني الامر بسيط روح اكتب في جوجل فيسبوك طبعا اذا هو عربي عشان نواصل العربي ايقونه فيسبوك بينجي بينجي هذه يعني ما فيهاش خلفية عشان ما تتعبش في هذا وتروح من الصور وتشوف لك أي خلفية تشوفها أنها جميلة أنا أشوف ذا جميل وإن شاء الله إنه ما نحتاج نروح ننقلها هنا جاء بخلفيتها لكن ما نطلقش مسمى عندك الباوربوينت تقدر يزيل الخلفية بكل سهولة وعد معه نقطة هنا شوف نقطة بيضة هنا اضغط عليها هنا خلاص دن تم شوفوا الأفضل إنك تشوف صورة بدون خلفية لكن بدل تعب إن إحنا نجلس نبحث كثير طبعا شوف أيضا لأنها صورة فتضطر يكون ألوانك متناسق لأنه مثلا خلاص نحاول نغير صورتها شوية اللون غيرنا لون صورة إلى أبيض نصغر حسب ما يمكن الآن ننسخ ذولا لها غير اللون نفس ذا نروح لعند وين القائمة الرئيسية قطارة نختار نفس اللون صاحبنا ذا ما نخالفوش وقال ديزاينر احنا نقول له العفو احنا مش ديزاينر احنا مهندسين لكن أيضا خلاص وبعدين بعد قضية المعلومات خلونا عشان الوقت إنه أمام الحقل هذا تحط أمام الإيميل الإيميل أمام تلفونك تلفونك وأمام الفيسبوك الفيسبوك وهذا يكون معك بطاقة عمل سؤال بسيط هنا يقول أوكي أنا كيف أخرج للطابع؟ شوف أول شيء ضروري تسوى تعيد تحجيم الشريحة طبعاً هذا عشان لا فقط أعلمكم التصميم عشان تخرجه ضروري يكون حجم الشريحة نفسه يساوي حجم التصميم حقك فإحنا الآن مثلاً خلونا نروح الآن 6.8.12.1 خلونا نعمل جديد عرض تقديمي جديد نزيله نزيل التخطيط ده من أي يكون فارغ أنا أشتري غير حجمه هذه كيف أغير الحجم عشان يكون كبطاقة عمل تروح من التصميم وتروح حجم الشريحة وتخصيص حجم الشريحة وتغيره من هنا الطول والعرض احنا قلنا حقنا كم المشكلة ما يفتحش 6 كان 6.8 صح شوف 6.8 وهذا كان 12 عفوا هذا الطول الطول عرض 12.1 وهذا الارتفاع 6.8 هل الأسئلة في الشات
أغلب الأشياء موجودة في الآن تكبير، موجودة في جميع الأخوان. نضيف شريحة جديدة تكرار عشان ما نروح للملف حقنا الذي جهزنا فيها التصميم وننسخ. طبعا شوفوا الملاحظة عشان التحديد الكلي في الباوربوينت، شوف الآن الشيء حدد، ما تحدد ولا شيء، لا يتحدد أي شيء إلا إذا ظللته كامل كامل حدوده. فالآن شوف أنا مع التضليل مضلل هذه نظرة عامة وأشكال، لكن ما بيضللش لأنه مش كامل. أصوع من النسخ واروح للسلايد الجديد الذي لسه سويته وأعمل نسخ. طبعا عشان ما أخاف إنه بعض الأشياء المعلومات تلتعب، عمل لها جروب يعني مجموعة، يعني خلوه شكل واحد، ما عاد فيش هذه الأشياء كلها. كتر بل يسار تعمل تجميع خلاص أحسب شكل واحد. وهذا شوف اختبص علينا لأنها كثير، خلانا نرجع للسلايد الأول ونعمل لها تجميع من هناك. تجميع أو كنترول جي اختصار، كنترول سي نسخ، ترجع للسلايد حقك، خلها الأول وهذا الثاني بس. وأشوف ما انتسخش معانا الخلفية لأنه لا ينتسخش معانا أو انتسخ معانا الخلفية زيادة، فخلنا التفكيك عشان نحذف ده مش تبعنا كتر الوجي. والآن شوف لاحظوا إنه ذي ما هيش 100% تغير ده لأنه ما تصميم ده. خلوا الأسود عشان ما نرتبش. هل الأسئلة في الذي في الشات أسئلة مهمة؟ لأنه أنا أتعبها لما أروح أشوف الشات، متعب شوي تخرج من الهذا. فإذا أسئلة مهمة روح تشوفها، إذا مش مهمة. الذي عنده سؤال يا مهندس سلمان ممكن نفتح له المايك بعدين، أو ممكن يسأل عبر الخاص. وأنا ممكن وبعدين تروح انت تعدل هنا. وبهذا كنت بس طبعا المعلومية الباوربوينت للطباعة ليس جيد، يعني ما ترسلش للذي يطبع لك شيء باوربوينت. هذه نصيحة انه اي واحد تشتري طبع شيء وانت مجهزه في الباوربوينت غير جيد، لانه الأول اذا شغله عنده بيخرب بعض التصميمات كذا كذا. فافضل شيء انك تخرجه حفظ باسم وتختار مكان حفظ وتغير الصيغة إلى إيش؟ إلى الصيغة الذي أشهر صيغة في العالم أشوفها البي دي إف، وتكتب بطاقة عمل. خلاص بهذا شوف نروح نشوف هل تخرجت بطاقة عمل. تشوفوا الآن بطاقة العمل، والآن هذه بطاقة العمل حقك مصممة جاهزة. طبعا شوف أنت تستطيع في الباوربوينت أن تصلح أكثر من هذا الشيء، تستطيع، لكن تشتي إيش؟ تشتي صبر شوية. تمام. في سؤال هل هذه الميزة موجودة في نسخة 2010؟ مش أكيد بس غالبا موجودة، لكن 2016 أو 2013 غالبا نفسه تقريبا 2016 تم تثبيت اسم يعني الواجهة. طبعا 2003 كان متغير كذا، لكن 2016 تم التثبيت على الواجهة على كل شيء. فقط الآن أبدأ، أنا خلصنا عمل بطاقة عمل كتطبيق عملي واحد. تطبيق عمل اثنين هو أحيانا لدى الطلاب في الجامعة أو في المدرسة يطلب منه الدكتور أن يسوي ما يسمى بوستر بريزنتيشن، أو يعني لوحة عرض للمشروع مثلاً، يكون بوستر بروجكت بوستر. يبحث في جوجل عشان تعرفوا الفكرة. جوجل يظهر.
أحيانا الكثير يسأل بأي برنامج أسوي هذا الشيء، هذا الذي فيه تفصيل البرنامج حقي وهذا الشيء، هذا بعدين يطبع طباعة يكون معلق في لائحة في حائط، بأي تصميم أسوي، بأي برنامج. طبعا الباوربوينت مور ذان انف، يعني يعني تسوى فيها اللي تشتري من هذه الاشياء. فمثلا هنا هذا مسويه في انا في الباوربوينت، تقدر تسويه. طبعا كل ما تعلمته من ناحيه اوبجكتيف، من ناحيه كيف تضيف شكل، كيف الصوره، كيف تقصها، كيف انا سويته، عاد انا مش عارف انه تقدر تحذف الخلفيه. فبما أننا قد نعرف حذف الخلفية الآن، شاهدف حتى نفسه. فالمفروض أنه كذا شوف يكون يعني بيرفكت. بس الفكرة أنه إيش؟ تشوف حجم، عفوا لأنه ثقيل كبير حجمه، تشوف حجم البوستر المطلوب منك من المدرسة أو الجامعة أو الشيء، وتروح من التصميم وتغير الحجم وتبدأ تشتغل على مشروعك. التطبيق الأخير وهو التعب وهو فيديو. هل بإمكانك تسوي فيديو في اليوتيوب؟ عفوا في الباوربوينت بإمكانك. فيديو مع حركات وشي يدخل وشي ينزل بإمكانك تسوي هذا الشيء. لكن يحتاج له مجهود أكثر من أي شيء. طبعا شوفوا هنا في السلايد الذي فوق هذا الأنيميشن، هنا في أنيميشن. الأنيميشن طبعا أقصد الحركات. يعني تقدر تسوي هذا في الباوربوينت. يعني إذا مثلاً معك أنت في المدرسة مطلوب منك تعمل فيديو تعريفي عن نفسك، ممكن تحط فيديو هنا وتسوي هذه الأشياء، ولما تخرجه تعمله إخراج بتصدير كإنشاء فيديو. أوكي. الفيديو هذا كيف نسويه؟ طبعاً ماشي وقت إن أنا أعلم لكم كيف تسويه، ويحتاج يعني مجهود، يحتاج وقت كبير تسويه. لكن بحيل لكم في قناة اسمها في اليوتيوب، اسمها باوربوينت سكول. هذه المراجع في قناتين منها تعرف كم الباوربوينت برنامج عظيم. قناة اسمها باوربوينت سكول، وقناة اسمها وان سكيل باوربوينت. فمثلا لو شفنا باوربوينت سكول، هذه القناة داخل من فقط نعمل نيو شير، نشوف اليوتيوب، نعمل ستوب شير عشان افتح لكم اليوتيوب اقول لكم ايش مسوي الراجل ده. نفتح اليوتيوب. لا نفتح لكم اليوتيوب، أروح لكم الهستوري، نقشت الفيديو من قبل، أنزل. الآن شوفوا هذا الفيديو الراجل مسويه في الباوربوينت. الفيديو هذا الشخص مسويه في الباوربوينت. Another new video of PowerPoint School. First I want to thank you for supporting me from the very beginning of this channel. الصوت مش مهم، الصوت مش مهم، وإنما شوف الحركات هذه كلها الراجل مسويها في الباوربوينت، ومستعد إنه كله عشان هذه الحركات كلها موجودة في الباوربوينت. بس أنت كيف الأدوات حق الباوربوينت تستغلها. Other things going on. But now as I have completed طبعا حتى التعليق أيضا تخل في الباوربوينت. Full time career. You know my passion for PowerPoint. I always love to play with PowerPoint. But there is a problem. You know that I'm the only person who is تمام. خلاص أنا من يشير من للسكرين حقا. انت روح للقناة هذه اسمها PowerPoint School وبتستفيد اشياء منها كثيرة وكيف تسواها. هو فقط ايش الفكرة الاساسية عندها، انت جهز السلايد حقك، جهز العرض حقك، اعمل الانيميشن حقك، الحركات، الدخلات كذا، وبالاخير روح احفظه كفيديو. لكن وانت تشتغل اذا انت ناوي تسوي فيديو مثلا قصير تعريفي عن نفسك، وغالبا تسوي فيديوهات قصيرة، يعني تفكرش انك بتعمل مونتاج نص ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق ممكن، لكن الفيديوهات القصيرة.
وانت اللي تفكر في التصميم فكر كفعل، لا تفكر كشرائح، وتستطيع ان تسوي فيها الفعل. انا لهنا وصلت للنهايه، بنفتح باب الاسئله. بس في واحد سئل قال كيف ممكن مثلا نشتي اذا مطلوب، مثلا انا معي برنامج شرح برنامج ثاني، انت في معك الاستاذ قال لك اشرح برنامج كذا وعد عليه، فتحتاج يسموه تسجل الشاشه وتضيف التسجيل هذا داخل الباوربوينت. بسيط جدا طبعا من ادراك. طبعا اغلب الناس يروحوا ينزلوا تطبيقات تسجيل شاشه، لكن الباوربوينت موفره لك بكل اريحيه. فتروح من ادراك تعمل تسجيل شاشه على طول، يطلع لك الخيار ويغلق لك اسمه الباوربوينت، حدد الشيء الذي تسجله، المساحه الذي تسجل بها، ذنى خلاص، وتضغط تسجيل. الان خلاص، الان حاصل تسجيل. انا لسجل، شوف اضغط على بتاع لسجل الشاشه واشرح لكم مدري ايش، واطلع وانزل، واول ما اشتي اوقف ارفع الماوس لهنا واعمل ايقاف مؤقت او ايقاف نهائي، هو طوال بينضاف الى الشريحه الذي كنت فيها. لو ارجع ان كنت انا في شوفوا الان لسجل الشاشة واشرح لكم مدري ايش، واطلع وانزل، واول ما اشتي اوقف ارفع الماوس لهنا واعمل ايقاف مؤقت او ايقاف نهائي. وبهذا تقدر بعدين خلاص تتعامل فيه، مثلا تحس انه كبير يعني ما تشتل هذه المساحة فقط، انا ما اشتي اللي يعرض هذا الشيء فقط، يعني الشيء الثاني في من حق التسجيل مشتوش يعرضه، فاعمل له كروب. هذا بالنسبة للفيديو هذا خلاص، يعني يشتغل كذا. اذا انا اشتي غير الالوان، اشتي اقصه وحسيت انه في خبصت في الاخير وانا اشتي احذفها، روح من خيارات التشغيل واعمل اقتطاع واقتطع. واقتطع الشيء الذين اشتوا فقط وتعمل موافق وكذا. الان نفتح باب انا بوقف الشير شوي، نفتح باب الاسئله. فالذي عنده سؤال يتفضل. يا شباب الذي عنده سؤال ممكن يرسل على الشات او ممكن نفتح له يرفع يده نفتح له. اي سؤال شيء ولا شيء. طبعا الفكره العامه انه الباوربوينت برنامج تستطيع تسوي فيه اشياء كثيره. انا ممكن انا اشوف الخدمه الذي ممكن اسويها انه في أشياء جديدة فقط، يعني ممكن ما فهمت منك ممكن شوية كذا، بس المناطق التي مرت عليها هي مناطق مهمة، فإذا ما فهمتهاش من الدورة هذه ممكن تروح تبحث عليها وتفهمها. تفضل. دورة مسجلة وإن شاء الله ننشرها في الجروبات، الذي يعيدها ممكن يعيدها. قال كيف تعمل تهنئة عيد؟ والله شوف، هو يعتمد على حسك، يسمى حس التصميم عندك. يعني أنا لو شيء يسوي تهنئة عيد أروح أبحث تهنئة عيد وأشوف أفكار وأرجع تهنئة ميلاد طلع. اي دبي طبعا هذا البرامج يعني كلها اشياء، تشوف حاجه بسيطه ان الباوربوينت بالنهايه برنامج بسيط. شو ممكن دين الخلفيه، تختار خلفيه كذا، هذه ممكن تسواها كمربعات ولا خط، ممكن تسواها تعيد تصميمها. يعني يعتمد بالنهايه على حسك، على انت كم قدره تجلس ظهر اللابتوب تشتغل فيه. سؤال ثاني. خلاص إذا ما عاد شو ولا شيء. الإيمان الدورة
ممتازة والجميع فهم شرحك ممتاز يا مهندس. شكرا سيد. إذا ما عاد في أسئلة أنا ماشي ممكن نختتم. قام. أعتقد أنه خلاص نختم الدورة. الشرح واضح، كل شيء ممتاز. إذا في سؤال ممكن نرسله عبر الجروبات، والدورة إن شاء الله سترسل عبر الجروبات. إذا باسمي بسمكم أيها المشاركين والمشاركات في برنامج سهل جامعي، أشكر المهندس سلمان العبد على هذه الدورة الرائعة. فقد أجاز وأفاد، ونراكم إن شاء الله في الدورات القادمة بعد العيد، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.